السلام عليكم، معكم سلمان أبو سلوم صاحب قناة في اليوتيوب. أول شيء حاب أقوله سفاح مع النهاية وزي كذا، بإذن الله راح يكون الجيم عبارة عن وورم أب والبطولة كلها وورم أب، لأن راح نفوز بكل سهولة، ما راح يكون في منافسين. وهذا الكلام بعد أوجهه لأوسمز وطرباخ، ما في أي منافسة، ما في أي مستوى، بإذن الله راح نجلدكم جلد بإذن الله. طبعا بديت في الجيمينج من زمان جدا، تقريبا 5 سنين خلنا نقول من ايام بلاي ستيشن 1، لكن البدايه الحقيقيه يعني كانت ايام كول اوف ديوتي 7، كول اوف ديوتي 8، مودرن وورفير 1 اللي هو كود 6، كانت افضل العاب عندي والى الحين تعتبر افضل العاب، وارجع العبها من فتره فتره. انا راح اجمع الشباب الحين وراح نتدرب، وباذن الله بكره يكون موعدنا الحاسم، راح نجلد العالم جلد وراح نفوز بالبطوله باذن الله.